المسلم الأصل أن المسلم يتوضأ في بيته. 我们穆斯林去礼拜，做小经，最好是在家中做小，做好小经。يلبس أحسن الثياب. 穿好的衣服。يخرج إلى المسجد جاهز، يعني لا يؤخر الوضوء إلى المسجد. 最好不要到清真寺才做小经。يمشي إلى المسجد أو يركب السيارة. 最好步行去，到清真寺或者是，开车也可以。لكن يمشي في سكينة، يعني لا يمشي إلى المسجد وهو يهرول أو يجري. 去清真寺的礼拜的时候走路要稳重的走，不可以跑着去。ولا يمشي إلى المسجد وهو مشمر مثلا. 也不可以衣冠不整的，急急忙忙的，那样不可以。إذا وصل إلى المسجد. 一旦到达清真寺。يجعل الدنيا خارج المسجد، لا يدخل بالدنيا إلى المسجد. 不要要纯洁自己的心灵，不要把短裙上清真寺以外的事带到清真寺里。لا يبيع ولا يشتري في المسجد. 不可以在清真寺当中做买卖。ولا يبحث عن الأشياء الضائعة من يقول يعني مثلا من وجد قلم أو نقود لي في المسجد. 不允许在清真寺当中四处搜寻。أو يتكلم عن السياسة مثلا. 比如在清真寺当中这个说短裙上的政治上的一些问题等等。أو يلعب مثلا في التليفون.或者在清真寺当中，玩手机都不可以。يقدم الرجل اليمنى عند الدخول. 进清真寺应当右脚先进入。ويقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. 而且同时要念进清真寺的祈祷词。ويقدم الرجل اليسرى عند الخروج مع الدعاء. 在出清真寺的时候，应当先出左脚，同时要念出清真寺的祈祷词。الأصل أن الرجال يتقدموا في الصفوف الأولى. 应当男子应当在礼拜的时候站在前面。والنساء يتأخروا. 妇女应当站在后排。إذا دخلت إلى المسجد. 一旦进入清真寺。الصلاة أقيمت الإمام يصلي. 已经立拜功已经立行。ماذا أصنع؟ 我们应当怎么办？ أكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر أدخل مع الإمام. 我们首先念الله أكبر入拜，然后同伊玛目一起。الإمام سواء كان قائم أو راكع أو ساجد. 无论当时伊玛目是在鞠躬的还是叩头，无论是在哪个阶段，都要跟随伊玛目。أصلي مع الإمام نفس ما يصلي الإمام. 我们和伊玛目同步礼拜。إذا انتهى من الصلاة. 一旦拜功完成。وفاتني شيء من الصلاة أقضيه بعد أن يسلم الإمام. 迟到礼拜的人，那个迟到礼拜人如果。还没有礼的那几拜，然后再补上。تدرك الركعة إما أن أدرك الإمام قائم أو راكع。在伊玛目出这个出拜之后，把剩余的拜功几拜都要补上。أنا دخلت إلى المسجد。我进入清真寺。الصلاة لم تقم بعد، يعني ما بدأ الإمام في الصلاة。伊玛目正在准备礼拜。ماذا أصنع؟ 我们应该怎么？ أتكلم。我们在等待礼拜的时候，是不是要说话？ انظر في الساعة. 我们急着去看手表。العب في التليفون. 我们在玩手机。لا. 这些都不行。اتقدم للصف الأول. 我们到第一班，我们应当到第一班。اصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن أجلس. 在坐下之前，先礼两拜，庆贺拜。أو أصلي إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية سنة راتبة مثل الركعتين قبل صلاة الفجر. 或者礼سنة的拜功，比如赏礼拜之前的سنة拜功。أشتغل بالصلاة بقراءة القرآن بالاستغفار. 我们要在礼拜或者念古兰经或者念读啊。نعم. 等待那个伊玛目例行拜功。